التواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، نجدد لكم التحية والترحيب في انطلاقات هذا الصباح ومنافسات سن الإجذاع. على بركة الله تعلن انطلاقة شوطنا الخامس عشر، شوط خاص بالإبكار، جائزة تويوتا لاند كلوزر بيكاب للفائز بالمركز الأول. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المتواجدة هنا على أرضية ميدان الشحانية ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير. شوطنا الخامس عشر يحمل لنا 34 بكرة مشاركة في هذا الشوط منطلقة، مع أيضا تحديات شعارات أبناء القبائل. نسير مع البداية، نتابع أول المراكز والصدارة. شرتة هنا على الصدارة لعلي بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري من تبدأ بالبداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز. تصل الشرود خالد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي من يتقدم في ثاني المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر هناك الأسماء القادمة والمتواجدة في هذه اللحظات. من يتسلل من الجانب الآخر، هناك أيضا شعار خميس بن عبيد بن سالم الراشدي القادم في هذه اللحظات، بينما أتابع الوصول من أيضا مشكورة محمد بن صالح بن مسعود الغفران المري هنا يتقدم في هذه اللحظات مع رابع المراكز وخامس الأسماء. وتابع هذه الشعارات المتواجدة، هناك التواجد مشاهدين الكرام من شواهين سعيد بن مسلم بن سويدان المحرمي هنا مع هذه الانطلاقة خامسا في هذه اللحظات. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى مشاهدينا الكرام، ولكن أعود مع البداية، أعود مع الصدارة، أتابع الانطلاق هناك مع شرتة على الصدارة علي بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري هنا على البداية والصدارة، ولكن التقدم هنا من شعار دعاية القادمة مع ثاني المراكز خميس بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي القادم مع ثاني المراكز، بينما أتابع الشرود من تصل مع ثالث التحديات. خالد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي يقدم لنا الشرود من الجانب الآخر. أتابع شواهين سعيد بن مسلم بن سويدان المحرمي وخامس الأسماء هنا شعار بنديلة القادم في هذه اللحظة يقدم لنا شديدة. راشد بن علي بن محمد بن محسن بن ديلة القادم في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق مع خامس المراكز مع تواجد شديدة في هذه التحديات. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات الحاضرة هنا في ميدان الشحانية في تحديات هذا الختامي. أعود مع الصدارة، أتابع البداية والانطلاق هناك دائما مع أول المراكز. من تحمل لنا هذا الانطلاق والمسار، المسار الأول؟ شرتة هناك على البداية، ولكن التغيير من شواهين الله يا المحرمي سعيد بن مسلم بن عزيز بن سويدان المحرمي هنا مع البداية والانطلاق الأول، ولكن أتابع شرتة علي بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري القادمة مع ثاني المراكز، بينما وصول من ثالث الأسماء وصل الدعاية القادمة مع ثالث التحديات خميس بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي هنا القادم مع ثالث المراكز، بينما أتابع رابع الأسماء هناك تواجد الشرود. خالد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي يتقدم، شعار النعيمي يحضر هنا بانطلاقة الشرود مع رابع المراكز خامس الأسماء شديدة بنديلة
القادمه مع خامس الاسماء راشد بن علي بن محمد بن محسن بن ديله يتقدم مع شديده مع خامس المراكز. الله الله يا الاسماء الله يا الانطلاق الذاتي الى هذه اللحظات. هناك تويوتا لاند كلوزر للفائز بالمركز الاول وماده الزعفران. الله يا الاسماء الله يا التحديات ولكن شواهين شواهين المحرمي هنا على البدايه على الانطلاق الاول سعيد بن مسلم بسويدان المحرمي هنا من يتواجد بشعاره وانطلاقه شواهين على البدايه والصداره بينما اتابع شرطه القادمه مع ثاني المراكز علي بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري يتقدم يتواجد هنا مع ثاني المراكز بينما اتابع دعايه القادمه مع ثالث التحديات خميس بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي ووصول من الشرود خالد بن حمد بن راشد بن عبد الله النعيمي. ولكن شوف الاسماء وصلت الفائزه وصلت الفائزه القادمه في هذه اللحظات جار الله بن حمد بن علي ال بريد المري. الله الاسماء مياسه قادمه مياسه هنا بشعار الخاطري القادمه في هذه اللحظات الى اسماء قادمه هناك وتابع ايضا وتابع شعار بن رشيد القادم مع الغزيل. الله يا الاسماء الله يا الشعارات بدات بالظهور بدانا بالاقتراب هناك الهجوم الهجوم من هذه الشعارات ولكن الامور هناك مع لافته ال 1200 ما تبقى عن النهايه. الله شرته شرته على الصداره علي بن سهيل بن علي اليبهوني الظاهري هناك تقود تقود المسيره تقود هذه الاسماء ولكن شوف القادمه وصلت دعايه وصلت دعايه خميس بن عبيد بن سالم بن علي الراشدي ولكن وصل وصل هناك شعار البريدي مع الفائزه جار الله بن حمد بن علي ال بريد المري الفائزه القادمه في هذه اللحظات بكل قوه. ولكن شوف الاسماء شوف الشعارات القادمه. الله طارن الابكار طارن الاجذاع وتابع الوصول وتابع الماهر محمد بن عبيد بن راشد آل فهيد المري شعارك أيضا القادم في هذه اللحظات يا بن بعيران. ولكن هناك من الجانب الآخر عوايد عوايد حمود بن مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري القادم في هذه اللحظات ولكن الفائزة الفائزة. الله 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 يتغير الماهر الماهر وهناك الاسم القادم هيمة هيمة القادمة بهذه اللحظات شعارك يا بالكيلة يغير مع الصدارة. الله هيمة هيمة مع الصدارة محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري هنا مع الانطلاق مع التحدي الأخير. الله يا بالكيلة الله يا بالكيلة ولكن حشمة حشمة سيف بن سالم خلفان الشامسي القادم في هذه اللحظات ولكن بالكيلة بالكيلة هنا مع الصدارة مع هيمة محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري. سلام سلام بالكيل سلام سلام على هذا الاداء والانتصار تهانينا والناموس لمالكي هيمة محمد بن سعيد بن محمد بالكيلة العامري ثاني المراكز حشمة لسيف بن سالم بن خلفان النايل الشامسي وثالث المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام من خيرة سويدان بن عبيد بسويدان العامري ورابع المراكز. وصلت عوايد حمود بن مبارك بن حمود بن سالمين المنصوري وخامس المراكز. وصلت مشاهدينا الكرام الشامخه ياسر بن حمود بن ياسر الجحافي. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام. التوقيت الزمني ولحظه وصول هيمه 9 دقائق 11 ثانيه 66 جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لمحمد بن سعيد بن محمد بالكيله العامري ثاني المراكز. وصلت مشاهدينا الكرام حشمه ب 9 دقائق 13 ثانيه 34 جزء من الثانية. الثانية لسيب بن سالم بن خلفان النايل الشامسي وثالث المراكز. كان الوصول مشاهدينا الكرام هنا نشاهد وصول المركز الثالث هنا ولحظات الوصول نتابع ايضا هذا الوصول والفوتو فينش. هنا نتابع ثالث المراكز. كان الوصول من خيرة
بتسع دقائق 14 ثانية 68 جزء من الثانية. نونس ويدان بن عبيد بسويدان العامري على حصول خيرة على المركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع.